عاد عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس اليوم مئات المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وذلك في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني لإعادة جميع المهجرين إلى أرض الوطن. من لما خلصونا من الإرهابيين فكرنا أنا والشباب نرجع للوطن. نشكر الجيش العربي السوري وإن شاء الله كل باقي السوريين بترجع بإذن الله، كله بده يرجع يعني. الحمد لله رجع الأمان والأمن بفضل الله وفضل الجيش العربي السوري. الحمد لله رب العالمين إنه رجعنا على بلادنا. سهلونا أمور الرجع يعني وأمور عال العال يعني. مبسوط كتير. ليش مبسوط؟ أني رجع على بلدي. بحب سوريا كتير وبحب دراسة سوريا وبحب كل اللي بسوريا.